الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. فبسم الله تعالى نفتتح هذا الدرس في هذه الدورة العلمية في هذا اليوم السبت 16 من شهر جماد الأولى من عام 1441 للهجرة، وسيكون الشرح استكمالا لما كنا قد شرحناه في دورات ماضية من كتاب العمدة في الفقه للموفق بن قدامة رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى كتاب النكاح، ومن فاته شيء من الدروس السابقة فيمكن أن يرجع لها، موجودة مسجلة عبر اليوتيوب وعلى موقع الرئاسة وعلى الموقع الرسمي، كلها موجودة. من فاته شيء يمكنه أن يستدرك ما فات، وإن شاء الله سنستمر في شرح هذا المتن حتى ننتهي منه بإذن الله عز وجل في مثل هذه الدورات. قبل أن أبدأ بالشرح فأود أن أذكر بنبذة مختصرة في فضل العلم وآداب طالبه، فأقول إن طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، كما قال الإمام أحمد رحمه الله، لا يعدل طلب العلم شيء. فطلب العلم هو أجل وأشرف المقامات، والعلم هو أشرف صفة في الإنسان. ولهذا لما خلق الله تعالى أبانا آدم أراد الله تعالى أن يظهر فضله وشرفه للملائكة بأمرين. الأمر الأول أن الله أمر الملائكة بالسجود له، والأمر الثاني اختار الله تعالى أشرف صفة في الإنسان فميزه بها. وما هي أشرف صفة في الإنسان؟ لنستمع إلى قول الله سبحانه: وعلم آدم الأسماء كلها. العلم أشرف صفة في الإنسان هي العلم. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. فالعلم شرف لصاحبه، وهو يفوق أي شيء آخر. أرأيت يوسف عليه الصلاة والسلام أعطي الشطر الحسن، جماله الظاهري كان سببا لسجنه، بينما علمه بتعبير الرؤى كان سببا لخروجه من السجن. فدل ذلك على أن العلم أنه أشرف حتى من الجمال الحسي الظاهر. فأشرف صفة في الإنسان هي العلم. والعلم إذا أطلق في الكتاب والسنة فالمقصود به العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، ولا يراد به علوم الدنيا. خذ هذه الفائدة، إذا أطلق العلم في نصوص الكتاب والسنة فإنما يراد به العلم الشرعي، لا يراد به علوم الدنيا، لا يراد به علم الطب ولا الهندسة ولا الكيمياء ولا الفيزياء ولا أي علم من العلوم الدنيوية. وليس معنى هذا أن هذا فيه انتقاص لها، هي علوم دنيوية، والإنسان إذا تعلم هذه العلوم ونوى نفع المسلمين أثيب على نيته. لكن العلم الذي وردت النصوص بالثناء عليه وعلى أهله إنما المقصود به علم الشريعة، وهو ميراث الأنبياء. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. ومعلوم أن الأنبياء لم يورثوا العلوم الدنيوية، وإنما ورثوا علوم الشريعة. ولذلك قال ربنا سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والمقصود يعلمون بالشريعة ويعلمون بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته جل وعلا. وقد أخبر الله تعالى عن شرف أولي العلم في عدة مواضع من كتابه، ومن ذلك ما ذكره في سورة آل عمران في قوله:
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط. فذكر الله تعالى في هذه الآية العظيمة ذكر ثلاث شهادات على أجل مشهود، وهو التوحيد، أنه لا إله إلا هو قائمة بالقسط. الشهادة الأولى شهد الله، شهادة الله عز وجل، وهي شهادة الذات للذات، وهي أعظم شهادة. الله يشهد بأنه لا إله إلا هو، ومن أصدق من الله قيلا. والشهادة الثانية شهادة ملائكته، شهدت بأنه لا إله إلا الله. والشهادة الثالثة اختار الله تعالى طائفة من البشر واستشهد بهم، من هم؟ أولو العلم. وهذا يقتضي غاية التعديل والتزكية لهم، لأنه لا يستشهد إلا بالعدول. فاستشهاد الله تعالى بشهادتهم هذا فيه دليل على تزكيتهم وعلى تعديلهم. بل إن بعض أهل العلم كالإمام الشافعي قال إن أولياء الله هم العلماء، بل قال في عبارته المشهورة: إذا لم يكن العلماء أولياء الله فما لله من ولي. وهذا وإن كان يعني ليس على إطلاقه، قد يكون الولي لله تعالى ليس من العلماء، قد يكون من العباد كما ذكر ذلك ابن تيمية وغيره، قد يكون مزارعا، قد يكون صانعا، قد يكون فلاحا، قد يكون أعرابيا، فليس بالضرورة، لا تنحصر في العلماء، لكن الغالب أن الولاية لله عز وجل إنما تكون في العلماء. وهذا يدل على شرف العلم وعظيم منزلته ومكانته. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اتفق عليه. وتأملوا يا أخواني هذا الحديث العظيم: من يرد الله به خيرا. مفهوم المخالفة لهذا الحديث ما هو؟ أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. فإذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وعلى حضور حلق العلم وعلى طلب العلم، هذه أمارة إن شاء الله على أنه أريد بك الخير. والإنسان مهما كان عليه من القوة في العبادة لا يمكن أن يعبد الله كما أمر الله إلا عن طريق العلم، لا يمكن أن يعبد الله كما يحب الله إلا عن طريق العلم. ولذلك تجد أن العالم العامل يشدد في مواضع التشديد في الشريعة، لكن يتسامح في مواضع التسامح، لأنه ينظر لمسألة التشديد والتسامح من منطلق النصوص. ومن أبرز آداب طالب العلم إخلاص النية لله عز وجل بأن يبتغي بهذا العلم وجه الله سبحانه، فلا يريد به رياء ولا سمعة ولا لأجل أن يقال هو عالم. بل إن طلب العلم إذا اقترن بهذه المقاصد السيئة كان وبالا على صاحبه يوم القيامة. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم رجلا تعلم العلم وعلمه الناس وقرأ القرآن. لاحظ، تعلم وعلم وقرأ القرآن، فيؤتى به فيقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته الناس وقرأت القرآن. فيقال له: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار، نسأل الله العافية. هذا العلم أصبح وبالا على صاحبه، وأصبح من الذين تسعر بهم النار يوم القيامة بسبب سوء النية، بسبب سوء المقصد. قيل للإمام أحمد: كيف يريد طالب العلم بطلبه للعلم وجه الله؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره. ينوي رفع الجهل عن نفسه وينوي كذلك رفع الجهل عن غيره. فعندما يأتي طالب العلم حضور هذه الحلق يريد بذلك رفع الجهل عن نفسه حتى يتعلم دين الله عز وجل، حتى يتفقه في دين الله سبحانه. وأيضا يريد بذلك رفع الجهل عن غيره بنشر العلم
وتعليمه والدعوة إلى الله عز وجل. ومن آداب طالب العلم العمل بما يعلم، وإلا علم بلا عمل لا قيمة له ولا فائدة منه، بل يكون حجة على صاحبه يوم القيامة. ثمرة العلم العمل. فمثلا إذا كان طالب العلم يحضر الحلق والدروس لكنه لا يصلي صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد مثلا، إذا ما الفائدة من علمه؟ إذا لم يظهر أثر علمه عليه في أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين في عمود دين الإسلام وهو الصلاة، فما الفائدة من هذا العلم؟ وهكذا بالنسبة لسائر الأوامر والنواهي، ينبغي أن يظهر أثر العلم على طالب العلم في تعبده وفي أخلاقه وفي تعامله مع الآخرين وفي سلوكه. ومن آداب طالب العلم الصبر، لا بد أن يكون طالب العلم صبورا. قد كان السلف الصالح يرتحلون في سبيل طلب العلم، وصنف في الرحلة في طلب العلم مصنفات. جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه سافر من المدينة إلى الشام من أجل سماع حديث واحد فقط، حديث واحد، ومكث في هذه الرحلة الشهرين، شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب، على بعيره، ليس على طائرة ولا على سيارة، على بعيره، وارتحل وحده لم يكن معه أحد. قطع هذه المفاوز والصحاري والقفار وبقي شهرين كاملين ذهابا وإيابا من أجل سماع حديث واحد فقط. وهكذا روي عن أبي أيوب الأنصاري أنه ارتحل من المدينة إلى مصر. والرحلة في طلب العلم معروفة عند أهل العلم، لا بد من الصبر. كانت الرحلة قديما رحلة متعبة مكلفة، كان الإنسان إذا ارتحل ارتحل مددا طويلة بالسنين، ثم إذا ارتحل انقطع عن أهله، انقطع عن والديه، عن زوجته، عن أولاده، انقطاعا تاما، ليس فيه هواتف وليس فيه تواصل، غربة تامة، كل ذلك لأجل طلب العلم. فلا بد إذن من الصبر ولا بد من التحمل. وقد ساق الإمام مسلم بسنده في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. العجيب أن الإمام مسلم ذكر هذا الأثر عن يحيى في باب مواقيت الصلاة. تعجب بعض الشراح كيف يعني، ما المغزى الذي جعل الإمام مسلما يذكر هذا الأثر في باب مواقيت الصلاة؟ قالوا لعل الإمام مسلما تعب في جمع أسانيدها ثم أتى بهذا الأثر: لا يستطاع العلم براحة الجسد. فلا بد من الصبر ولا بد من التحمل. بعض طلبة العلم تجد أنه عند حضور الدورات والدروس يحضر في أولها ثم ينقطع، ثم يحضر مرة أخرى في أول دورة ثم ينقطع، وإذا كان في الدروس يوما يحضر ويوما يغيب، وإذا حضر لا يكمل الدرس. فمثل هذا لا يطلب العلم على الصفة المؤملة. لا بد لطالب العلم من الصبر والتحمل والانضباط والجدية حتى يحصل العلم، لا بد أن يكون صبورا. أيضا من آداب طالب العلم المذاكرة للعلم، فإن حياة العلم مذاكرة. والإنسان إذا استمع لدرس أو دورة فإنه يعلق في ذهنه قدر ليس بالكبير، ثم سرعان ما ينسى. ولذلك لا بد من ضبط العلم أولا ثم مراجعته ومذاكرته ثانيا. أما ضبط العلم فأبرز طرق ضبط العلم طريقتان: الطريقة الأولى بالكتابة، بأن تقيد، لكن تقيد بطريقة يسهل عليك الرجوع إليها، لأن بعض الناس تجد أنه يقيد في كتب ويقيد في أوراق ثم لا يرجع إليها مرة أخرى. لا بد أن تقيد بطريقة مرتبة بحيث يسهل عليك الرجوع لما قيدته، وتكون سريع الكتابة لأن الملقي للدرس يعني سيتحدث بسرعة، لابد أن تدرب نفسك على سرعة الكتابة والاختصار
ثم تراجع ما قيدته وكتبته. الطريقة الثانية التسجيل، بأن يسجل الدرس أو الدورة ثم يعيد الاستماع لها أكثر من مرة، لا تكفي مرة واحدة، أكثر من مرة. أي الطريقتين أفضل، الكتابة أو التسجيل؟ نعم، يختلف اختلاف الناس. بعض الناس كما يقال بصري، بصري يعني أنه يحفظ من القراءة أكثر، لو كتب وقرأ يحفظ أكثر، فالأفضل له الكتابة والمذاكرة. بعض الناس سمعي، يحفظ عن طريق السمع أكثر مما لو قرأ، هنا الأفضل له أن يسجل ويستمع للدرس عدة مرات. كل أدرى بنفسه، لابد أن تعرف نفسك، هل أنت أفضل في السمع أو في البصر، وتختار الطريقة المناسبة. لابد من ضبط العلم ثم مراجعته بعد ذلك، خاصة في وقتنا الحاضر، لأن الناس قديما كانت ذاكرتهم في الجملة أقوى. الذاكرة كما يقال تقوى بالتمرين وتضعف بالإهمال. الناس الآن كثير منهم أصبحوا يعتمدون على وسائل التقنية الحديثة، يعني بعض الناس ما يكاد يحفظ إلا رقم جواله، بل حتى بعض الناس حتى رقم جواله ما يحفظه. فمثل هذه الذاكرة لابد أنها تضعف، فلذلك يعوض عن هذا الضعف بالمراجعة والمذاكرة. العرب قديما كان عندهم قوة ذاكرة، لأنهم كان كثير منهم من الأميين لا يقرأ ولا يكتب، ولذلك يعتمد على ذاكرته فتقوى ذاكرته بالتمرين. فكانوا يحفظون، كانوا يحفظون القصائد التي تلقى من 100 بيت ومئتين بيت لأول مرة، من أول مرة. وقد ذكر عن الزهري أنه كان يحفظ الشيء لأول مرة، وعن الإمام الشافعي أنه كان يحفظ الشيء لأول مرة. ووجد أيضا ناس إلى وقت ليس بالبعيد يحفظون الشيء من أول مرة، لكن هذا إنما يكون لمن كانت ذاكرته قوية وقد مرنها ودربها. أما حال كثير من الناس اليوم أنهم يعتمدون على وسائل التقنية الحديثة، وهذا أثر على ضعف الذاكرة، فلا بد من تعويض ذلك بكثرة المذاكرة والمراجعة للعلم. وأختم هذه المقدمة بالقول بأن من آداب طالب العلم حسن الخلق، أن يظهر حسن الخلق على طالب العلم بتعامله مع الآخرين، فإن بعض طلبة العلم عندهم سوء خلق وعندهم فظاظة وغلظة، وهذا لا يليق بطالب العلم. ينبغي أن يكون طالب العلم أحسن الناس خلقا وألينهم للناس، لأن حسن الخلق هو من أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف يعلم طالب العلم الناس وينشر العلم ويدعو إلى الله مع سوء الخلق؟ هذا لا يمكن. وإذا كان الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب، أكمل الآية، لانفضوا من حولك. وهم الصحابة، وما يقوله حق بل وحي، ما يقوله عليه الصلاة والسلام وحي، ومع ذلك هذه طبيعة البشر، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طبيعة النفوس أنها تنفر من الفظ الغليظ سيء الأخلاق. فينبغي أن يحرص طالب العلم على أن يكون حسن الخلق، لينا سهلا هينا، وأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، الذي قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وإذا وجد الإنسان من نفسه طبعا غليظا فليحرص على أن يعالج ذلك بالمجاهدة، مجاهدة النفس وتهذيب هذه الأخلاق السيئة. إذا وجد من نفسه مثلا سرعة الغضب، وجد من نفسه مثلا الغلظة، وجد من نفسه سوء الخلق، أنه بطبيعته سيء الخلق سريع الغضب، يهذب هذه الأخلاق السيئة حتى يكون حليما حسن الأخلاق، هينا لينا سمحا. فهذه الأخلاق ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها، فإن من لوازم طلب العلم. ولهذا يقول الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، أكمل الآية، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طيب ما مناسبة ذكر الذين أوتوا رفعة الذين أوتوا العلم للتفسح المجالس؟ يعني أول الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا المجالس فافسحوا، آخر الآية يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما وجه الارتباط بين التفسح في المجالس وبين رفعة الذين أوتوا العلم؟ نعم أحسنت، أن من لوازم العلم الأدب، من لوازم العلم الأدب، فالذين أوتوا العلم هم الذين يتفسحون في المجالس، هم الذين يكون عندهم الأدب ويكون عندهم حسن الخلق ويكون عندهم سماحة النفس. هذه أمور ينبغي أن يحرص طالب العلم على تحقيقها. وأكتفي بهذه المقدمة التي اعتدنا أن نأتي بها في مقدمة كل دورة، ونعود بعد ذلك إلى المتن ونستمع عبارة المؤلف. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح من سنن المرسلين، وهو أفضل من التخلي منه لنفل العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أقض للبصر وأحفظ للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حسبك. كتاب النكاح. النكاح معناه في اللغة الجمع بين الشيئين والوطء والعقد، يطلق على هذه الأمور الثلاثة، الجمع بين الشيئين والوطء والعقد. ويقال في الجمع بين الشيئين، يقال تناكحت الأشجار إذا ضم بعضها إلى بعض، ومنه قول الشاعر: أيها المنكح ثريا سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان. يعني ثريا شامي وسهيل نجم سهيل يماني، كيف يجتمع اليماني والشامي؟ فهذا يعني الشاهد قوله أيها المنكح يعني الجامع، وهذا يدل على أن هذه المادة النكاح معناها في اللغة الجمع بين شيئين، ويطلق أيضا على الوط ويطلق على العقد. وأما تعريفه اصطلاحا في اصطلاح الفقهاء فعرف بعدة تعريفات، ومنها تعريف كثير من فقهاء الحنابلة أنه عقد يعتبر فيه إنكاح أو تزويج في الجملة، عقد يعتبر فيه إنكاح أو تزويج في الجملة، وهذا تعريف صاحب الروض المربع، وهو يشير إلى أن النكاح أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء. وقال بعض أهل العلم إن لفظ النكاح حقيقة في العقد وحقيقة في الوطء أيضا، وهذا هو الراجح وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، أن النكاح حقيقة في العقد وحقيقة في الوطء أيضا. وعلى هذا فيكون من الألفاظ المشتركة، هناك بعض الألفاظ المشتركة في اللغة العربية تطلق على أكثر من معنى، ومنها لفظ النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطء. قال المؤلف: النكاح من سنن المرسلين، يعني من حيث الأصل. وإذا قيل النكاح المقصود به الزواج فهو من سنن المرسلين، لقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالمرسلون الأنبياء والرسل الذين هم صفوة البشر تزوجوا، فهو من سنن المرسلين ولم يتبتلوا وينقطعوا عن النكاح. وقد جاء هذا في حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من سنن المرسلين،
وذكر منها النكاح. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي وله شواهد يتقوى بها. وأيضا جاء في الصحيحين أن ثلاثة رهط أتوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر أبدا. وقال الثاني: أما أنا فأصلي الليل ولا أنام أبدا. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدل هذا الحديث على أن الرغبة عن الزواج لأجل العبادة والتبتل أنها رغبة عن السنة، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وحكم النكاح تدور عليه الأحكام الخمسة، وإذا قلنا تدور عليه الأحكام الخمسة، هذا المصطلح يمر في كتب الفقه في عدة مواضع، فما المقصود بهذا المصطلح تدور عليه الأحكام الخمسة؟ فيه أخوان جوائز، لكن بعد ما ننتهي من كل فقرة نطرح السؤال ويكون على جائزة، لكن الآن أسئلة بدون جوائز الآن. طيب، ما معنى تدور عليه الأحكام الخمسة؟ نعم، وهي الوجوب والندبة والاستحباب والحرمة والكراهة والإباحة. حسنت، بارك الله فيك. طيب، إذن النكاح إما أن يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا أو محرما أو مكروها. متى يكون النكاح واجبا؟ يكون النكاح واجبا في حق من يخاف على نفسه الوقوع في الزنا بتركه، من يخشى على نفسه الوقوع في الزنا بتركه فيجب عليه الزواج. إنسان شاب ويعرف من نفسه أنه لو لم يتزوج وقع في الزنا، هنا يجب عليه أن يتزوج، يكون الزواج في حقه واجبا. الاستحباب يكون في حق من له شهوة ولكنه لا يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا، يستطيع أن يتحكم في نفسه لكن له شهوة، فهذا يستحب في حقه النكاح. مباح في حق من لا شهوة له لكنه يحتاج إليه للخدمة ونحو ذلك، فيكون مباحا. بعض الناس خاصة يعني بعض كبار السن قد يكون انقطعت لحقه الشهوة لكنه يحتاج إلى امرأة كي تقوم بشؤونه وتخدمه ونحو ذلك، فهنا يكون النكاح في حقه مباحا. يحرم في حق المعتدة ومن لا يحل له نكاحها. يحرم في حق المعتدة ومن لا يحل له نكاحها. ويكره في حق من لا شهوة له ولا يحتاج إليه. إذا كان لا شهوة له وليس بحاجة للنكاح فالنكاح في حقه مكروه، لأنه يحبس هذه المرأة وليس له فيها حاجة، لا خدمة ولا شهوة ولا أي شيء، فيكون مكروها في حقه. فإذا تدور على النكاح هذه الأحكام الخمسة في الرجل وفي المرأة، لكن القول بالوجوب أو الاستحباب في حق القادر، أما من لم يكن قادرا فالله عز وجل يقول: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، نعم، يقول عز وجل: وليستعفف الذين، نعم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالذي لا يكون عاجز عن النكاح يستعفف حتى يغنيه الله من فضله. ولهذا يعني في الحديث الذي أورده المؤلف يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني قدرة على النكاح، فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء.
من لم يستطع فليستعفف، ومن وسائل الاستعفاف الصوم، أن يصوم حتى يغنيه الله تعالى من فضله ويتزوج. طيب، نعود لعبارة المؤلف، قال: وهو أفضل من التخلي لنفل العبادة، يعني الاشتغال بالنكاح أفضل من التبتل والانقطاع عن النكاح والتفرغ للعبادة. وإلى هذا ذهب جماهير الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة، قالوا كون الإنسان يشتغل بالنكاح أفضل من كونه يتبتل ويتفرغ للعبادة. طيب، ما هو الدليل لذلك؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل، وهذا قد جاء في الصحيحين من حديث سعد رضي الله عنه، قال سعد رضي الله عنه: رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان التبتل، ولو أجاز له ذلك لاختصينا، ولو أجاز له ذلك لاختصينا. عثمان بن مضعون أتى للنبي عليه الصلاة والسلام وذكر أنه يريد أن يتفرغ للعبادة، يريد الآخرة، ويعني هذه شهوة النكاح تنغص عليه، يريد أن يختصي، لأن الإنسان إذا اختصى، إذا قطعت خصيته أو رضت، انعدمت الشهوة عنده، تنعدم الشهوة عنده تماما، ويتساقط شعر لحيته وشاربه، سبحان الله. فبعض الصحابة يعني طرأت ببالهم هذه الفكرة، قل لماذا لا نختصي ونعدم هذه الشهوة وننقطع للعبادة لله عز وجل، نحن نريد الآخرة ما نريد الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن بعض الصحابة لم يأذن لهم، بل نهى عن ذلك نهيا شديدا. وذلك لأن هذا الدين العظيم دين شامل لجميع أمور الحياة، ويراد من المسلم أن يختلط بالناس وأن يعيش مع الناس. ليس في ديننا تبتل ولا رهبانية، هذا موجود عند النصارى القساوسة، ويعني أهل الدين من النصارى تجد أنهم لا يتزوجون، ينقطع الواحد منهم في صومعته طيلة عمره، سواء كان رجل أو امرأة، يكون راهبا، والراهب أو القسيس ما يتزوج، ينقطع عن الزواج ليتفرغ للعبادة. هذا ليس موجودا عندنا في دين الإسلام، لأنه مخالف للفطرة، هذا مخالف للفطرة. فإذا هذه الفكرة التي طرأت على بعض الصحابة وهي الاختصاء والتفرغ للآخرة لم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولهذا قال سعد: ولو أجاز له ذلك لاختصينا. قال: وأيضا استدل المؤلف بحديث آخر لكون الاشتغال بالنكاح والزواج أفضل. طبعا إذا قلنا النكاح المقصود به الزواج، المقصود به الزواج وليس المقصود به يعني الجماع، أنا ذكرت هذا في درس سابق، فأخذ بعض الناس هذا المقطع ويعني فسره بغير المراد، بأن المقصود الاشتغال بالوطء، وهذا غير صحيح. إذا قال العلماء الاشتغال بالنكاح يريدون به الاشتغال بالزواج، يعني يتزوج الإنسان ولا يتبتل، هذا هو المقصود، ولا بد أن تفهم هذه المسألة على وجهها الصحيح. فإذا الاشتغال بالزواج أفضل من التبتل، وهذا ذهب إليه جماهير العلم. المؤلف استدل بدليلين: الدليل الأول رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، الدليل الثاني حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وهذا أمر، وقل ما يفيده الأمر استحباب، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم للزواج فائدتين: الفائدة الأولى أنه أغض للبصر، فإن المتزوج يقضي وطره بما أباح الله له، فيكون ذلك عونا له على غض بصره. الفائدة الثانية أحسن الفرج، أيضا يكون هذا فيه إحصان وإعفاف للإنسان، لأنه ينشغل بالحلال عن الحرام. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني أنه يضعف الشهوة، الصوم يضعف الشهوة. وقد استشكل الحافظ ابن حجر وجماعة من أهل العلم
قوله عليه الصلاة والسلام فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقالوا إن من يصوم قد تزداد شهوته، ثم أجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر قال إنها تزداد في البداية ثم تضعف بعد ذلك. واستدلوا أيضا بما جاء في معنى هذه الأحاديث كحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، وحديث خرجه أحمد سند صحيح. وذهب الشافعية إلى أن التخلي للعبادة أفضل من الزواج، هذا هو القول الثاني في المسألة، قالوا التخلي للعبادة أفضل من الزواج، هذا انفرد به الشافعية عن بقية الفقهاء. واستدلوا لذلك قالوا إن الله عز وجل مدح يحيى فقال وسيدا وحصورا، والحصور هو الذي لا يأتي النساء. واستدلوا لذلك أيضا بقول الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء، قالوا وهذا قد ورد على سبيل الذم. والقول الراجح هو قول الجمهور، وهو أن الاشتغال بالزواج أفضل من التبتل والانقطاع للعبادة، وذلك للأدلة السابقة. وأما استدلال الشافعية ومن وافقهم قول الله عز وجل عن يحيى وسيدا وحصورا بأن الحصور هو الذي لا يأتي النساء، وقولهم لو كان النكاح أفضل لما مدح بتركه، فأنا الآن أسألكم سؤالا، هل الذي لا يأتي النساء عندما يوصف إنسان بأنه عنده عجز عن الوط ولا يأتي النساء، هل هذا مدح أو ذم؟ هذا ذم. كيف إذن يذكر هذا على سبيل الذم ليحيى؟ والله تعالى لما ذكر مناقب وصفات حميدة في يحيى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ولهذا ذهب ابن كثير في تفسيره قال إن هذا القول هو أن يعني القول بأن يحيى لا يأتي النساء إنه نقيصة وعيب ولا يليق بمقام الأنبياء، ولا يمكن أن يذكره الله عز وجل عن يحيى، لأن هذا لا يرضاه أي واحد من الناس أن يقال عنه أن فلان لا يأتي النساء وعنده عجز، فكيف بمقام نبي من الأنبياء قد ذكر الله تعالى مناقبه وصفاته الحميدة؟ فضعف ابن كثير هذا القول. ثم قال ابن كثير إن معنى قول الله تعالى حصورا أي معصوما من الذنوب، معصوما من الذنوب والقاذورات لا يأتيها، كأنه حصر عنها، هذا هو التفسير الصحيح للآية. فيكون معنى حصورا يعني معصوما من الذنوب والقاذورات لا يأتيها، كأنه حصر أي منع منها، وليس المعنى أنه لا يأتي النساء. وأما استدلالهم بقول الله تعالى زين للناس حب الشهوات، نعم قبل هذا يعني بعض المفسرين قال إن قول الله عز وجل عن زكريا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة يدل على وجود النسل لليحيى، لأنه قال ذرية هب لي من لدنك ذرية طيبة، والذرية تعني النسل والأولاد، فهذه الآية تشير إلى أن يحيى سيولد له وسيكون له ذرية أيضا، وهذا يضعف القول بأن معنى حصورا أنه الذي لا يأتي النساء. وأما استدلال الشافعية بقول الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء، فهذه حكاية حكاها الله عز وجل عن الناس أنه زينت لهم هذه الأمور الثمانية المذكورة في الآية، وهذا لا يقتضي ذمها، ولذلك ذكر فيها البنين زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، هل حب البنين مذموم؟ ليس مذموما. وكذلك ما ذكر أيضا حب الشهوات من النساء والبنين وقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث، فهذه ليست على سبيل الذم، هذا إخبار من الله عز وجل عما جبل البشر عليه أن هذه الأشياء الثمانية حببت لهم. فالقول الراجح فقول الشافعية في هذه المسألة قول ضعيف، الصواب هو قول جماهير أهل العلم أن الاشتغال بالزواج أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات. الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني لما ذكر قول الشافعية ورجح قول الجماهير
عقب على ذلك بقوله قال العجب كيف أجمعوا على النكاح في فعله وخالفوه في فضله، يقصد الشافعية، كيف أجمعوا يعني الشافعية على النكاح في فعله، يقول كل فقهاء الشافعية متزوجون وخالفوه في فضله. قال أفما كان فيهم من يتبع الأفضل عنده ويعمل بالأولى، يقول أنتم يا من أي رجحتم أن التخلي للعبادة أفضل، طيب أعطونا فقيها واحدا منكم تخلى العبادة وترك الزواج، فهذا يعني استدلال عليهم باللازم، أورده الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني، وهذا يبين ضعف هذا القول. يعني بعض الأقوال أحيانا عند التطبيق يتبين ضعفها في مسائل الفقه، أحيانا بعض الأقوال إذا أريد تطبيقها يكون في صعوبة شديدة في التطبيق، هذا يبين ضعف هذه الأقوال. مثلا قول حتى الجمهور في الاستصناع أنه لا يصح إلا بشروط السلم، هذا في حرج كبير على الناس، ولهذا أصبح هناك إجماع عملي على الاستصناع بقول الحنفية، فلأن قول الجمهور صعب تطبيقه في الاستصناع. وهكذا تجد يعني بعض المسائل فيها صعوبة في تطبيقها، وهذه الصعوبة تدل على ضعفها لأنها تتنافى مع سماحة هذه الشريعة ومع قول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا نخلص من هذا إلى أن الاشتغال بالزواج أنه أفضل من التخلي لنواف العبادة والتبتل. فإن قال قائل نجد أن هناك من كبار أهل العلم من لم يتزوج، وهناك من ألف في هذا العلماء العزاب، ومنهم على سبيل المثال من يذكر منهم ابن تيمية وأيضا النووي وعدد من كبار أهل العلم. فالجواب عن ذلك أولا يعني لا ندري ما هو المانع الذي منع هؤلاء العلماء من الزواج، ربما يكونون ممن يباح النكاح في حقهم، ربما تكون الشهوة منعدمة فلا ندري، وربما لعل الله تعالى أراد أن يتفرغ هؤلاء للعلم فيعني لم يكن لديهم رغبة في النكاح ولا شهوة. وأيضا سبب آخر أو جواب آخر أنه كان عندهم إمة، فيحتمل أنهم تسروا بإمة، فيعني شهوة النكاح زالت بالتسري، والإنسان له أن يتسرى بالإمة من غير عدد معين حتى لو 100 أمة من غير عدد، فيحتمل أن يكون عندهم إمة، وهذا قد ذكر عن ابن تيمية رحمه الله أنه كان عنده إمة يتسرى بهن. الأمر الثالث أن العبرة بالدليل ولا يحتج بأفعال الرجال، وإنما الحجة في الدليل، قال الله قال رسوله، ولا شك أن أكمل البشر هم الرسل ومن سنتهم الزواج، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. صلى الله عليكم. ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا ألا يسكن إليه، ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة فيقول لا تفوتيني نفسك وأنا في مثلك لراغب ونحو ذلك، ولا ينعقد النكاح. انتقل المؤلف للكلام عن أحكام الخطبة، والخطبة بكسر الخاء أي خطبة المرأة، خلاف الخطبة بضم الخاء وهي يعني الحديث المرتجل كخطبة الجمعة خطبة العيدين ونحو ذلك. قال ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما، فإنه أحرى أن يؤدم بينهم. ولما قال له أخبره جابر، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام جابر بأنه خطب امرأة، قال هل نظرت إليها؟
فإن في أعين الأنصار شيئا، قيل أنها زرقة وقيل صغر عيون. قال جابر: فكنت أختبئ لها في النخل، يعني كي ينظر إليها، كان يتخبى لها حتى ينظر إليها. وهذا يدل على أن الخاطب لا بأس أن يترصد لمخطوبته حتى ينظر إليها من غير علمه. لكن يعني هذه النصوص تدل على استحباب النظر للمخطوبة، وظاهر عبارة المؤلف أن النظر المخطوبة مباح، لأنه قال فله النظر، ولكن ظاهر الأدلة الاستحباب، لأنه عليه الصلاة والسلام قال فلينظر، هذا أمر، وأقل ما يفيده الأمر الاستحباب، ولأن النظر إلى المخطوبة أحرى للتوفيق بينهما، قوله فهو أحرى أن يؤدم بينهما. إذن نخلص من هذا إلى أن النظر للمخطوبة أنه مستحب، وليس للولي أن يمنع موليته من أن ينظر الخاطب إليها، ليس له ذلك. بعض الناس عندهم أعراف وعادات ويمنعون النساء من أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته، وهذه عادات خلاف الشرع، ينبغي أن تخضع هذه العادات والأعراف لشرع الله عز وجل. لكن إذا أراد أن ينظر إليها فلا يخلو بها، لا يجوز أن يخلو بها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وهي لا زالت أجنبية عنه. طيب، إذا قلنا أنه يجوز النظر إليها، هل يجوز أن يتصل بها على الهاتف؟ نعم، من باب أولى، إذا جاز النظر جاز الاتصال، لكن من غير توسع، من غير توسع. طيب، ما حدود النظر المخطوبة؟ بيّن المؤلف حدود النظر المخطوبة، قال: إلى ما يظهر عادة، يعني ما يظهر عادة من المرأة، كوجهها وكفيها وقدميها، الوجه والشعر والكفين وقدمين وأطراف الساقين، هذه هي التي ينظر الخاطب منها لمخطوبته، ولا يتوسع أكثر من ذلك. والضابط في هذا أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ومن أعظم ذلك النظر للوجه، لأن الوجه هو مجمع محاسن الإنسان والذي يستدل به على الجمال. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على وجوب تغطية المرأة وجهها عن الرجل الأجنبي. من أين استنبط ذلك؟ كيف يكون هذا؟ نعم، فضل، أحسنت، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بالنظر المخطوبة، لو كانت المرأة المسلمة غير مأمورة بتغطية وجهها لم يكن هناك حاجة للنظر المخطوب، وسينظر لها في الشارع، في الطريق، في أي مكان. فكونه يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن ينظر الخاطب المخطوبته دليل على أن المرأة المسلمة مأمورة بتغطية الوجه، ولذلك أمرت المخطوبة بأن لا تغطي وجهها عن الخاطب. فانظر إلى هذا الاستدلال النفيس لهذه المسألة. وجاء في الصحيحين حديث عائشة في قصة الإفك، قالت: لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي، وهذا في البخاري ومسلم في الصحيحين، وصريح، خمرت وجهي، يعني غطيت وجهي. ولذلك كان القول الراجح أن المرأة المسلمة مأمورة بتغطية وجهها عن الرجال الأجانب. قال: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه. انتقل المؤلف للكلام عن حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه. طيب، قبل هذا، لو أراد الخاطب أن يكتفي بصورة لمخطوبته، قال بدل يعني مثلا المخطوبة رفض وليها، أو أنه لم يرفض لكن فيها صعوبة في أن ينظر إليها، أو أن المرأة تخجل، أو لغير ذلك من الأسباب، فأراد الخاطب أن يكتفي بصورة لمخطوبته ترسل له بأي طريق، عن طريق مثلا أمه أو أخته أو بأي طريق، فهل يجوز للخاطب أن ينظر إلى صورة مخطوبته؟ نعم يجوز، إذا كان يجوز أن ينظر إليها مباشرة فإلى صورتها من باب أولى، لكن ينبغي أن يمسح الصورة بعد ذلك، لأن بقاءها ربما يعني ربما يتسبب في انتشارها وتسريبها، وهي امرأة فتقع ربما ينظر إليها رجل أجنبي.
لكن إذا كان بهذا الضابط أنه سينظر للصورة ثم تمسح بعد ذلك فلا بأس، فلا بأس. وهنا يعني الناس طرفان ووسط في هذه المسألة. من الناس كما أسلفت من يمنعون الخاطب من النظر لمخطوبة بسبب أعراف وعادات، وهذا خطأ مخالف للشرع. في المقابل هناك أناس يتوسعون فتخرج المخطوبة مع الخاطب ويخلو بها، هذا لا يجوز لأنها لا زالت أجنبية عنه، فلا يجوز أن يخلو بها ولا حتى يتوسع معها، لا يتوسع معها في العلاقة وهي لا زالت أجنبية عنه، بل لا بد من أن يكون ذلك بقدر الحاجة. والوسط هو أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها من غير التوسع، أن ينظر الخاطب إلى ما يدعوه إلى نكاحها من غير أن يتوسع في ذلك. ثم انتقل المؤلف للكلام عن أحكام خطبة الرجل على خطبة أخيه. قال: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا ألا يسكن إليه. خطبة الرجل على خطبة أخيه لها ثلاث أحوال. الحال الأولى أن تجيب المرأة أو وليها فيحرم على غيره خطبتها بالإجماع. الحال الثانية أن ترده ولا تركن إليه فيجوز خطبته، وهذا أيضا بالإجماع. الحال الثالثة ألا أن يخطبها لكن لا تركن إليه، أن يخطبها لكن لا تركن إليه. يتقدم رجل خطبة امرأة ولا يردون عليه، يقول ننتظر حتى نسأل عنك، ننتظر يعني وقتا كي نتخذ القرار ونجمع معلومات عنك ونسأل عنك، فلا يركنون إليه لا المرأة ولا أهلها. فهل يجوز لغيره أن يتقدم لخطبتها؟ الجواب نعم يجوز، ما دامت المرأة ووليها لم يركنوا إلى الخاطب الأول فيجوز لغيره أن يتقدم لخطبتها، وهم يختارون الأفضل. والدليل لذلك ما جاء في الصحيحين في قصة فاطمة بنت قيس أنه خطبها أبو الجهم ومعاوية بن أبي سفيان، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره، فقال عليه الصلاة والسلام: أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقي، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن انكحي أسامة. فأشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تنكح أسامة بن زيد. طيب هنا خطبها النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه قد خطبها صحابيان أبو الجهم ومعاوية، فدل ذلك على أن المرأة إذا لم تركن الخاطب الأول جاز لغيره أن يتقدم لخطبتها. وقوله عليه الصلاة والسلام: فصعلوك لا مال له، نعم قوله أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، ما معنى لا يضع العصا عن عاتقه؟ نعم كثير السفر، كثرة السفر في الزوج عيب، وقيل كثير الضرب للنساء وأيضا هذا عيب، كلاهما عيب. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، وهذا يدل على أن الفقر عيب أيضا في الخاطب الذي لا مال له، يعتبر عيبا له، عيبا فيه. صحيح أن الأهم هو الدين، لكن أيضا يبقى المال له اعتباره حتى ينفق على هذه الزوجة وعلى أولادها. مع أن معاوية من سادات قريش، ولكن هنا قال عليه الصلاة والسلام: صعلوك لا مال له، ثم أشار عليه الصلاة والسلام بأن تنكح أسامة بن زيد، فكره ذلك لأن أسامة بن زيد بشرته سمراء وهي بيضاء. لكن لما رأت أن الذي أشار بهذه المشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت ذلك. يقول الراوي: فاغتبطت به، يعني لما تزوج هذا الزواج اغتبطت به وسعيدت به ببركة مشورة النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا إذن على أن المرأة إذا لم تركن أوليها إلى الخاطب فيجوز لغيره أن يتقدم لخطبتها. لكن لو وجد أمارات تدل على السكون والرضا بالخاطب والركون إليه فلا يجوز لغيره أن يتقدم لخطبتها، لأن هذا يتسبب في الشحناء والعداوة،
إذا تقدمت لخطبة امرأة وقبلوا بك ثم أتى رجل وخطبها وتزوجها، لا شك أن هذا يثير في نفسك شيئا كثيرا تجاه هذا الرجل، يثير الأحقاد والعداوات والبغضة. فهو كبيع الرجل على بيع أخيه وكشرائه على شراء أخيه، بل هذا أشد. قال: ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ويجوز التعريض بخطبة البائن. المعتدة سواء كانت من عدة وفاة أو من عدة طلاق رجعي لا يجوز التصريح بخطبتها، لا يجوز التصريح بخطبتها، لقول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا. فنهى الله تعالى عن مواعدة المعتدة سرا، ومن ذلك أن يصرح بخطبتها. وهذا أمر قد يتساهل فيه بعض العامة، إذا توفي زوج امرأة يأتي شخص ويصرح بأن سيتزوجها وسيخطبها، هذا لا يجوز. وهكذا أيضا المطلقة طلاقا رجعيا. قال: ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة، يعني متوفى عنها زوجها أو المطلقة ثلاثا، أو المطلقة ثلاثا، فيجوز التعريض للتصريح. ما معنى التعريض؟ التعريض المذكور في الآية: ولا جنى عليكم فيما عرضتم من خطبة النساء. مثل المؤلف التعريض قال: فيقول: لا تفوتيني نفسك وإني في مثلك لراغب، ونحو ذلك. يعني يلمح لها، تعريض عن معناها التلميح. يقول مثلا: لا تفوتيني نفسك إني في مثلك راغب، أو يأتي بأية عبارة: أنا أريد زوجة مثلا، أو يمدح نفسه يقول: إنني بخير وأموري طيبة، ويلمح لها من غير تصريح، من غير تصريح. فالتعريض يجوز للبائن سواء كانت من عدة وفاة أو من عدة طلاق. وأما المطلقة الرجعية لا يجوز التصريح ولا التعريض بخطبتها. لماذا؟ لأنها زوجة، المطلقة الرجعية زوجة، ولذلك لو توفيت هي أو مطلقها حصل التوارث بينهما. المطلقة الرجعية حكم حكم الزوجة، لا يجوز لا التصريح ولا التعريض بخطبتها. إنما البائن هي التي يجوز التعريض بخطبتها ولا يجوز التصريح للآية الكريمة: ولا جناح عليكم بما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. صلى الله عليكم. ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه فيقول: أنكحتك أو زوجتك، وقبول من الزوج أو نائبه فيقول: قبلت أو تزوجت. ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات: اتقوا الله حق تقاته آل عمران، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام النساء، اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم. الأحزاب. ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. نعم. قال: ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب. انتقل المؤلف للكلام عن أركان النكاح، وأركان النكاح أربعة. ذكر المؤلف ركنين، وذكر غيره الركنين الآخرين، يعني بعضهم لا يذكر الزوجان الخاليان من الموانع، هذا الركن الأول والثاني، يعني الزوج والزوجة. بعض الفقهاء مثل المؤلف لا يذكر هذين الركنين لوضوحهما، فيكون إذا الركن الأول والثاني الزوج والزوجة أو الزوجان الخاليان من الموانع، والركن الثالث الإيجاب، والركن الرابع القبول. فتكون أركان النكاح أربعة: إذن الزوجان الخاليان من الموانع الأول والثاني، الثالث الإيجاب، الرابع القبول. إذا اختل واحد من هذه الأركان الأربعة لم يصح النكاح، مثل أركان الصلاة، أركان الحج. فإذن هذه أركان النكاح،
أركان النكاح هذه الأربعة: الزوجة الخالية من الموانع والإيجاب والقبول. أما الزوجة الخالية من الموانع فهذا ظاهر، لا يمكن أن يعقد النكاح إلا بوجود زوج وزوجة. أما الإيجاب أشار إليه المؤلف بقوله: ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه. الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي، والقبول اللفظ الصادر من الزوج. فإذن الإيجاب اللفظ الصادر من الولي أو نائبه، والقبول اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه. طيب، مثل المؤلف للفظ الصادر من الولي قال: فيقول أنكحتك أو زوجتك، لأن هذه الألفاظ ألفاظ صريحة في النكاح، وقد وردت في النصوص كما في قول الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم، ورد لفظ النكاح. والزواج في قول الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. من اللي زوجها؟ الله زوج نبيه محمد صلى الله عليه وسلم زينب، فالله تعالى هو الذي زوج محمد صلى الله عليه وسلم زينب. ولذلك كانت زينب كانت تعتز بذلك وتقول لبقية أزواج النبي عليه الصلاة والسلام: أنتن زوجكن أهاليكن، وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات. قال الله زوجناكها، وانعقد النكاح بذلك زوجناكها. فإذا هذان اللفظان هما أصرح ما في النكاح. لكن هل تنحصر ألفاظ النكاح في هذين اللفظين؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال إن النكاح ينحصر في هذه الألفاظ، لأنها هي الألفاظ الصريحة التي وردت بها النصوص، وهذا ظاهر المذهب عند الحنابلة. القول الثاني في المسألة أن النكاح ينعقد بكل ما دل عليه، أن النكاح ينعقد بكل لفظ دل عليه، وهذا رواية على الإمام أحمد، وهو القول الراجح قد اختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله جمع المحققين من أهل العلم، أن النكاح ينعقد بكل ما دل عليه. وذلك لأنه لم يرد دليل يدل على انحصار انعقاد النكاح في ألفاظ معينة، وإنما غاية ما تدل له هذه الأدلة أن النكاح ينعقد بهذه الألفاظ: أنكحتك أو زوجتك، لكن لا يدل على أن النكاح لا ينعقد بغيرها، فينعقد بكل ما دل عليه. فمثلا يعني بعض العامة بدل ما يقول زوجتك يقول جوزتك، فعلى القول الأول لا ينعقد، على القول الراجح ينعقد. أيضا هناك في بعض البلدان هناك عبارات أخرى مرادفة للنكاح، أحد يذكر لنا شيئا منها؟ نعم، في مصر عندكم ما هو اللفظ؟ جوزتك؟ نعم، يقول نعم، بعض الناس يقول جوزتك، نعم نعم، جازاتك، نعم، أعطيتك، نعم نعم، أديتك بنتي. طيب، إذن أي لفظ يدل على النكاح ينعقد به النكاح، هذا هو القول الراجح، أي لفظ يدل على النكاح ينعقد به النكاح. هذا بالنسبة للإيجاب. القبول قال: وقبول من الزوج أو نائب، نائب يعني وكيله، فيقول قبلت أو تزوجت، أو أي لفظ يدل على القبول كما قلنا بالنسبة للإيجاب. فإذا قال الولي زوجتك ابنتي أو أختي فلانة، وقال الزوج قبلت، انعقد النكاح، حتى لو كان ذلك على سبيل الهزل، لحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها النكاح. فإذا بمجرد أن يقول زوجتك وقبلت تصبح هذه المرأة زوجة لهذا الرجل، ويصبح هو وليها، ويصبح هذا الرجل الأجنبي أقرب الناس إليها. سبحان الله، ينظر منها ما لا ينظر منها أبوها ولا أخوها بمجرد هذا اللفظ. وهذا هو الميثاق الغليظ في أرجح أقوال المفسرين الذي ذكره الله تعالى بقوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ميثاق الغليظ هو عقد النكاح، يعني يقول زوجت ويقول قبلت، هذا هو الميثاق الغليظ. ولكن يستحب أن يسبق ذلك، يعني الإجابة والقبول، أن يخطب العاقد، أن يخطب العاقد بخطبة ابن مسعود الواردة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود رضي الله عنه:
علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد بالحاجة، ذكر هذا المؤلف. ما هي خطوة ابن مسعود الواردة في الحديث؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ الآيات الثلاث: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه في سورة آل عمران. وأول آية من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، إلى آخر الآية. والآيتين من سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم يقول المأذون أو العاقد للولي: قل يا فلان، قل لهذا الرجل زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره كذا. إذا كان يريدان تسمية المهر، إذا كان يريدان تسمية المهر في العقد يسميه، يقول على مهر قدره كذا، مثلا على مهر قدره 50,000 ريال مقبوضة مثلا. وإذا كان ما سمي المهر، يعني بعض البلدان يكون مهر مؤخر، هنا ما يلزم تسمية المهر. ويقول الزوج: قبلت هذا الزواج ورضيت به، فإن عقد النكاح بذلك. هذه صفة عقد النكاح. طيب، هل يصح أن يوكل الولي من يلي عنه عقد النكاح؟ نعم يصح. طيب، حتى لو كان حاضرا في المجلس، هذا الرجل حاضر في المجلس وقال لابنه: يا ابني عقد لفلان، هل يصح؟ يصح حتى لو كان حاضر. طيب، الزوج هل يصح أن يوكل من يقبل عنه النكاح؟ نعم يصح كذلك. فإذا الوكالة تصح في الإيجاب وفي القبول أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم وكل النجاشي في قبول نكاح إحدى أمهات المؤمنين. من هي؟ أم حبيبة بنت أبي سفيان، لأنه توفي زوجها عبد الله بن جحش. صحيح أنه لم يتنصر، مات مسلما، وما وجد في بعض الروايات أنه تنصر، هذا غير صحيح، هذا فيه إساءة لهذا الصحابي الجليل. فر بدينه للحبشة مهاجر الله ورسوله، كيف يقال أنه تنصر؟ ما ورد في أي رواية صحيحة أنه تنصر. فانتبهوا لهذه المقولة، هذا فيها إساءة لهذا الصحابي. وإنما توفي زوجها وهي امرأة يعني خرجت مهاجرة لله ورسوله فرة بدينها، فرد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكرمها بأن تزوجها عليه الصلاة والسلام. وكل النجاشي فأن يقبل عنه عقد النكاح. طيب، عقد النكاح عبر وسائل التواصل الحديثة الآن عن طريق الإنترنت، هناك بعض التطبيقات والبرامج يستطيع أن يرى الإنسان صورة رجل آخر في أي مكان في الدنيا، كأنها غرفة إلكترونية، فيرى صورة الولي وهذا يرى صورة الزوج والشهود. فهل يصح يعني لو أن مثلا امرأة وليها امرأة هنا في مكة وليها في بلد آخر بعيد، لكن اختاروا تطبيق من التطبيقات التي تكون فيها الصورة، مثل ماذا؟ وش أفضل تطبيق؟ نعم، المهم أي تطبيق يكون فيه صورة هذا الولي والشهود، الشهود إما عند الولي أو عند الزوج، والزوج هنا. فهل يصح عقد النكاح بهذه الطريقة؟ نعم، الجواب يصح، يصح، لكن لا بد من التأكد أن هذا هو الولي، لأن هذه أحيانا يدخل التزوير. لا بد من التأكد أن هذا هو الولي، ولا بد من شهادة شاهدين يسمعان الإجاب والقبول، يسمعان الإجاب والقبول، فيصح هذا النكاح. لكن الأفضل من ذلك هو التوكيل، لأن مثل هذه يعني أحيانا يدخل التزوير، فربما يؤتى برجل قال هذا هو الولي وهو ليس كذلك، فقد يدخل التزوير والكذب. فالأحسن أن يقال أن الولي يوكل من يعقد عنه، لكن مع ذلك لا نستطيع أن نمنع هذه الوسيلة ما دمنا تحققنا من أن هذا هو الولي وعلى هو مباشرة قال زوجتك يا فلان ابنتي فلانة بحضور شاهدين، فلا شيء يمنع من صحة هذا. فالأقرب الله أعلم أن هذا أنه ينعقد معه النكاح إذا لم يعني تحققنا وأمنا التزوير والتدريس.
قال: ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. يستحب إعلان النكاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأمر بضرب الدف، وقال: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت وضرب الدف. بل وظاهر هذا أنه مستحب، لأن هذا أمر، وأقل ما يفيده الأمر الاستحباب، ولأنه بإعلان بضرب الدف يعرف أنه نكاح وزواج، فيتميز الحلال عن الحرام، ويتميز به النكاح عن الزنا وعن نكاح السر، وأيضا حتى يشتهر هذا النكاح فيعرف إذا كان بين الزوجين رضاعة ونحو ذلك. فضرب الدف للنساء مستحب. وأما بالنسبة للرجال، اختلف العلماء هل يجوز ضرب الدف للرجال في الأعراس أم لا. قولان لأهل العلم، فمنهم من قال إن ذلك يجوز، لأن المقصود من ضرب الدف إعلان النكاح، وإعلان النكاح بالدف للرجال أبلغ من إعلانه بالدف للنساء، وهذا هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أنه يكره ضرب الدف للنساء، نعم يكره ضرب الدف للرجال، يكره ضرب الدف للرجال في الأعراس، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. قالوا إنه وإن كان جائزا إلا أن هذا ليس من أخلاق الرجال، ولم يعرف عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يضربون الدفوف في الأعراس، وإنما المشتهر والمعروف في القرون الثلاث المفضلة أنه كان يضرب الدف في الأعراس للنساء، وهذا هو الأقرب الله أعلم، أن ضرب الدف للرجال في الأعراس أنه مكروه، لكن لا يصل إلى درجة التحريم، لا يصل إلى درجة التحريم. وهناك فرق بين الدف والطبل. الطبل محرم، وهو الكوبة الوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة. والكوبة هو الطبل. فما الفرق بين الطبل والدف؟ نعم أحسنت، الدف جهة مفتوحة والطبل جهتين، الطبل يكون من جهتين مغلق، أما الدف يكون من جهة واحدة مغلق وجهة الأخرى مفتوح. فالطبل لا يجوز والدف جائز، وذلك لأن الأصل في الدف أصلاً الأصل في الدف أنه محرم، لكن أبيح منه في حدود الحاجة فقط، فينبغي عدم التوسع في ذلك. الدليل على أن الأصل في الدف التحريم، من يذكر لنا دليل؟ نعم نعم، قصة أبي بكر الصديق لما دخل على بيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وعندها جاريتان تضربان الدف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان موجودا وقد حول وجهه إلى الجهة الأخرى، فدخل أبو بكر الصديق مغضبا وقال: أمزمون الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دعهم يا أبا بكر، فإن لكل أمة عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. الشاهد من هذه القصة أن أبا بكر قد فهم بأن الدف من مزامير الشيطان. هل أقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفهم؟ الجواب نعم أقره، لكن أخبر أن هذه الحالة حالة مستثناة ويكونه عيد. هذا يدل على أن الأصل في الدف التحريم إلا فيما استثناه الشارع، وهو في الأعراس وفي العيد وعند قدوم الغائب في قول طائفة من أهل العلم، مع أن ذلك يبقى على الأصل وهو المنع. ولذلك ما يوجد في بعض الشيلات من ضرب الدفوف هذا لا يجوز، لأن الأصل في الدف أنه من مزامير الشيطان كما قال أبو بكر رضي الله عنه وقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فلا يجوز إلا في هذه الأمور الثلاثة، أمران متفق عليهم، أما الثالث هو محل خلاف في العرس وفي العيد، وأما الثالث وهو عند قدوم الغائب. ونقف عند باب ولاية النكاح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.